بعد الاحتفالات اللي شهدتها دبي مساء الأربعاء بسبب فوزها بحق استضافة معرض إكسبو الدولة 2020، انتشرت التحليلات المتعلقة بتكليفات هالمشروع وعائداته على مدينة المستقبل. فمن المتوقع أن تكون التكاليف المباشرة للمعرض 8 مليار دولار، منهم 4 مليارات للمقر يلي رح يكون بمنطقة جبل علي ومساحته نحو 440 هكتار، والبقية رح تنصرف على البنى التحتية والمواصلات. أما بشأن أبرز الاستثمارات المتوقعة من هلأ لنهاية المعرض بال2020، فبتحتاج دبي لإنشاء 45 ألف غرفة فندقية جديدة، بالإضافة لبناء مشاريع عقارية وتجارية وترفيهية بقيمة 18 مليار دولار تقريباً. بالمقابل بتشير التقديرات أنه عائدات المعرض بتوصل ل 38 مليار دولار، بإضافة بتوازي 44% من الناتج المحلي للإمارة لل2012، فضلاً عن خلق 250 ألف فرصة عمل. رغم كل هالإيجابيات، في تخوف لدى الخبراء الاقتصاديين من تضخم الأسعار خاصة العقارات خلال فترة ما قبل استضافة المعرض. ولتجنب فورة عقارية جديدة، اعتمدت السلطات تدابير مثل مضاعفة قيمة تسجيل العقارات من 2 إلى 4% من قيمة العقار وتحديد نسبة التمويل العقاري اللي بتقدمه البنوك. ولكن هلا وقت فرح قبل ما يجي وقت حسابات الربح والخسارة. أما ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم فاختار أنه يحتفل بالفوز على طريقته الخاصة.